حتى يتبين لهم انه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أحببت أن أتصفح معكم بعض الأخبار العلمية. الحقيقة ينبغي عليك أيها المؤمن أن لا تكتفي فقط بقراءة القرآن. القرآن أمرك أن تتدبر وتتأمل هذا الكون. أمرك أن تتدبر الكائنات الحية من حولك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قل انظروا ماذا في السماوات والارض افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف بدا الخلق قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ايات كثيره ايها الاحبه فلينظر الانسان مما خلق لعلهم يتفكرون يعقلون يتذكرون اذا ليس مهمة المؤمن فقط أن يجلس ويقرأ القرآن ينبغي أن يطلع على البحث العلمي الحديث يوسع مداركه وأنا اليوم أحببت أن أطلع معكم على هذا المشهد الرائع حقيقة هذا هذا يعني عبارة عن مجموعة من الأسماك التي لديها قدرة على يعني بث إضاءة كريستالية تشعر كأن قطع كريستال أو قطع ألماس هي التي تضيء الحقيقة هذه الكائنات حيرت العلماء أيها الأحبة أنا هذا هذه المقالة على موقع ساينس نيوز منشور بتاريخ 6 أبريل 2021 طبعا هناك وميض يحدث في السمك في هذا النوع من الأسماك الصغيرة أزرق وأصفر وأحمر وأخضر إلى آخره ينتج نتيجه تسليط الضوء عليه. يعني الله خلق في هذه الاسماك اجهزه او لنقل مواد معينه، خلايا معينه تبث هذه الاضاءه الحيويه عندما نسلط عليها الضوء، يعني عندما ياتي الضوء تعكسه بطريقه غريبه جدا، دعوني اقرا معكم ايها الاحبه. آه، الذي اكتشف هذه الظاهره او الذي يتحدث عنها هنا آه، ماساكازو ايواساكا مهندس في جامعه هيروشيما في اليابان وجد ان الاسماك تعكس هذه الاسماك تعكس اطوالا موجيه معينه من الضوء لذلك تعطي هذه الالوان لو عكست كل الامواج لما راينا شيئا يعني الورقه البيضاء ايها الاحبه تعكس كل الضوء كل الموجات كل الطيف الضوئي تعكسه نراه ابيض اما ان تجد هذه الاسماك تعكس ضوءا بطول موجه محدد يعطيك لون مثلا الازرق او الاحمر او الاصفر سبحان الله شيء عجيب والله ايها الاحبه طبعا يقول هذا يشبه عاكسات الضوء في الأسماك فضيات الرؤوس ويقول إنه أن هذه الظاهرة اكتشفت بالصدفة أنا أحاول أن أترجم لكم المعلومة وأن نتأملها معا أيها الأحباء مطلوب من كل واحد منا أن يتفكر ليزداد إيمانا طبعا أنا لدي هنا فيديو أيها الأحبة يمكن أن, أن ننظر إليه مثلا يعني هذا فيديو هنا كيف تتالق هذه السمكه انظروا تتالق بطريقه رائعه جدا هذه البقع الصغيره هذه من جسم السمكه انظروا انظروا كيف تتالق سبحان الله سبحان المبدع سبحان مالك الملك هذه الظاهره محيره جدا ايها الاحبه و... ولم يستطع العلماء تفسيرها دعوني اكرر فقط هذا المشهد اعجبني انا اول مره أرى مثل هذا المشهد أحبتي في الله انظروا كيف يضيء ألوان متناسقة أخضر أزرق قليل من الأصفر أرجواني ألوان يعني ألوان عجيبة جدا وهنا أيضا انظروا معي كيف هذه البقعة تضيء باللون الأخضر والأصفر انظروا أيها الأحبة الحقيقة يعني شيء مذهل والله أيها الأحبة كيف تتمكن هذه الاسماك الصغيره التي تدعون ان الطبيعه هي التي طورتها؟ كيف تتمكن من صنع هذه اللوحه الفنيه التي يعجز البشر عن تقليدها؟ يعني البشر الان يعجزون عن تقليدها حتى انني اقرا هنا ان هذه الظاهره لا زالت حتى الان لغزا يحير العلماء. سؤالي انا خطر في بالي الان أن أوجه هذا السؤال لمن يقول إن نظرية التطور أصبحت حقيقة علمية يقينية إذا كنتم عاجزين خطاب لعلماء البيولوجيا وعلماء التطور إذا كنتم عاجزين عن تفسير سر سمكة صغيرة كيف تعمل طب تدعون أنكم امتلكتم معرفة حقيقة الخلق هذا كلام فارغ أيها الأحبة <applause> يعني اذا انت غير قادر على تفسير ابسط الظواهر، تقول نحن اصبح لدينا حقائق يقينيه حول ان الانسان تطور من مخلوق اخر او قرد او شبيه بالقرد او كذا، هذا الكلام ايها الاحبه غير مقبول لان العلماء حتى الان يدرسون هذه الظاهره ووجدوا ان هناك تركيب خاص في الخلايا. هذه اضاءه حيوية يعني لا يوجد تيار كهربائي كيف تضيء من دون تيار كهربائي من دون مصدر للطاقة هي تعتمد على الغذاء فقط تحول هذا الغذاء إلى ضوء بخلايا حساسة للضوء تعمل بطريقة عجيبة جدا والله أيها الأحبة لذلك يعني حتى الباحث الذي اكتشف هذه الظاهرة تجده يحتار وتجده يعني لا يعرف ماذا يقول وكيف يفسر؟ نحن لدينا آية في القرآن أيها الأحبة نفسر هذه الظاهرة، هذه الظاهرة وغيرها وضعها الله لك أيها الإنسان لزيادة يقينك أنه خالق كل شيء، لتستيقن أن خلق الله لا يستطيع أن يقلده أحد، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نسأل الله ان ينفعنا بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق.